كلنا كنعرفوا ان الانسان عنده احتياجات اساسيه كتبدا من الحاجيات الفسيولوجيه حتى كتوصل لحاجيات تحقيق الذات. هاد الحاجيات تقدر تلبى بشكل فردي، يعني ان كل واحد في المجتمع كيكون مسؤول عليها على المستوى الشخصي، بحال التنفس، الطعام الى اخره. ثم كاينين حاجات كتلبى على مستوى الاسره، كتوفير السكن، التطبيب وزيد وزيد. وعلى مستوى اوسع كاينين حاجات اللي كتتم الاستجابه لها بطريقه جماعيه، اي ان المجتمع كامل كيستافد من مجموعه من الحلول والتنظيمات مثل الصحه، التعليم، التشغيل الى اخره اللي كتقدمها الدوله وكيساهم فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني. هذا هما ما يسمى بالاحتياجات الاجتماعيه، وكيشكلوا عنصر مهم في الابتكار الاجتماعي لانها شرط اساسي لتطوير حلول جديده ومستدامه كتطرق للاشكاليات اللي كتنتج عليها هذه الحاجات من الاصل ديالها، واللي ما تمكناش طرق العمل الحاليه من تطويرها باش تحقق تقدم اجتماعي مرضي للافراد والمجموعات والمجالات الترابيه. الحاجه الاجتماعيه كتميز بعد جماعي واللي كيعبروا عليها مجموعه ديال الناس عايشين في نفس المجال الترابي وعندهم خاصيات متقاربه، ولهذا من الضروري دراستها بشكل محلي، لان المناطق والجهات ديال المغرب كتعرف غنى كبير اللي كيخليها مختلفه في العادات والثقافات وظروف العيش. الحاجيات الاجتماعيه يمكن تكون اساسيه فتقريب المؤسسات التعليميه من سكان المناطق الجبليه او تكميليه كتمكين السكان من حضور عروض فنيه وثقافيه. الاستجابه للاحتياجات الاجتماعيه تقدر تتم على مستوى المؤسسات المركزي كمجانيه التعليم، او على مستوى جهوي كبرنامج لتحفيز التشغيل وجذب الاستثمارات بالجهه، او على مستوى محلي مثل توفير عيادات ولاده متنقله بجماعه قرويه، وحتى على مستوى حي سكني حل للتنقل المشترك بين السكان مثلا. الاحتياجات الاجتماعيه كتعرف تطور مستمر، لذلك رصدها وتحليلها ودراستها بشكل مستمر ضمان لابتكار حلول اجتماعيه ناجحه ومستدامه.